أحمد، كما فهمت الأستاذ معين، هناك حملة تتجدد الآن لتشويه صورة تركيا، تشارك فيها أطراف عديدة، من هذه الأطراف قناة عربية تعمل من داخل تركيا وتبث أخبارا كاذبة. نعم، شو رأيك بهالكلام؟ نعم صحيح زين، على سيرة صحيح هذا نعم. الكلام يعني على موضوع المغربيين مثلا، السفارة موجودة، كان بهم الاتصال بالسفارة. يعني سبب تسريب الخبر مثلا، الشرطة العسكرية في الداخل السوري سربت ان في 2 مغربيين جايين. طيب ما اطلعوا تحروا بالموضوع. يعني اليوم مثلا، يعني لو كانت تركيا بدها ترحل هذول الناس، ترحيلهم للمغرب اسهل من ترحيلهم لسوريا. يعني ما في يعني انا اليوم بدي ارحل شخص مغربي، ليش ارحله لسوريا؟ يعني هذا بسبب لي مشكله دبلوماسيه، بسبب لي كذا، فهي المشكله. فاذا اليه بس العمل، انت شايفه هذا الموضوع من باب المؤامره؟ يعني معقول قناه تعمل في تركيا وتطعن بتركيا، ولا لا الجماعه شايفين انه هذا هذه وظيفتهم، ممكن مهنتهم؟ شوف للاسف يعني هناك بعض الناس يشاركون في المؤامرة لأسباب سياسية، هناك بعض الناس يشاركون من أجل ركوب ترند، هناك بعض الناس يشاركون من أجل مكاسب شخصية، هناك بعض الناس يشاركون من أجل إظهار أننا ند وأننا ننتقد وأننا نفعل كذا وكذا. لكن في النهاية هذا على من ينعكس؟ ينعكس على اللاجئين السوريين، ينعكس على اللاجئين العرب، ينعكس على الأجانب. لاحظ أن هذا الخطاب المضاد ساهم في زيادة الأرقام. يعني هناك أشخاص أسماء معروفة في ألمانيا باتت متداولة حاليا حتى بين العرب. يعني تصور حاليا في ناس في ألمانيا ما بقى تكتب بس ضد الأتراك، صارت تكتب فلان الفلاني هو اللرجي الرجل الذي يدافع عن أردوغان والذي باع شرفه وعرضه وكذا. في ألمانيا ناس سوريين ناس عرب يعني ياخذ صورتك ويروح يحطها عندهم، تعالوا شوف فلان الفلاني عم دافع عن الأتراك، فلان الفلاني عم دافع عن تركيا. فهذه أليست هذه خطة؟ أليست هذه مؤامرة؟ يعني حتى في ألمانيا هذا القانون ممنوع ياخذ صورتك ويعمل في هالطريقة. يعني هذا مخالف للقانون الألماني، حتى مخالف القانون التركي حتى. لكن هذا يفعله السوريون ويفعله الأتراك. الأتراك في ناس من الأتراك كمان يعملون نفس النسخة. يعني أميت أوزدغ وجماعته كمان عم جيبوا فلان الفلاني عمل كذا فلان. قبل كم شي شهرين نشرت موضوع، قلت أن الخارجية التركية تدرس حاليا توظيف أشخاص في الدبلوماسية من اللغات العربية واللغات الأفريقية وعدة لغات، فأخذوا تغريدتي وشاركوها بين الناس وحطوا تأشير على وزير الداخلية كأني أنا عامل شي شغلي. قبل أسبوعين الخارجية هي طلعت التعميم وقالت اللي عنده إمكانات يسجل من العرب وغير العرب، يعني المجنسين، يعني من يمتلك اللغة العربية يمتلك اللغة الفرنسية خلي يسجل، يأخذوا 122 واحد. فأنا ما خالفت القانون ولا عملت شيء مخالف للقانون، فقط أنا اضطريت أحذف التغريدة لحتى ما يدخلوا على بعض ويقعدوا يسبوا بعض بصفحتي. فهذه الآليات للأسف لأني عم بيشحنوا بعض وعم بسبوا بعض ويستغلوا صفحات بعض الناس اللي عندهم عمل موضوعي. يعني في كتير ناس عندهم عمل موضوعي، هؤلاء الناس يدخلون على صفحاتهم من أجل تشويش الناس، الإساءة للشعبين، يتقصدون حتى صفحات بعض الناس المحترمين. يعني لاحظ وين في شخص محترم حاليا يكتب من أجل مصلحة الطرفين، لاحظ التعليقات عنده في تقصد، في ناس بتفيق الصبح للمسا بس عم بتدور على هدول الحسابات مشان تعلق نفس التعليق، يا بتسب الرئيس أردوغان، يا بتسب الأتراك، يا بتسب العرب. طيب هذا الكلام يعني هلأ التركي بيجي بسب العرب والعربي بيجي بسب الأتراك، هل هذا هو؟ حتى لو كان هذا الشخص عم ما هو بس هنا وخير. أستاذ أحمد، يعني هل تترك المساحة لهؤلاء الذين ربما هم أيضا موظفون لبث خطاب الكراهية؟ خلينا أسأل أستاذ معين. أستاذ معين، يعني نحن الآن ركزنا منذ بداية الحلقة، ويحتاج الأمر إلى كثير من الجهود بالتأكيد لبث الوعي، لبث خطاب المحبة إذا بدك، مواجهة العنصرية عند الأتراك. في أصوات نسمعها، الصحفي عبد الرحمن أذن لديه فيديوهات منتشرة يدافع عن العرب، يهاجم العنصريين. ألا ينبغي إعلان الحرب الآن بكل الوسائل على كافة مستويات، حتى بالمسرح، بالإعلام، بالخطب، خطب الجمعة، على كل المستويات إعلان الحرب على العنصرية والعنصريين؟ شو أخي علاء، نحن مع الأسف في مرحلة حساسة جدا في تركيا للأسف. وطبيعة المجتمع التركي مجتمع عاطفي ويتأثر بالخطاب الإعلامي بشكل كبير والتجهيش بشكل كبير، وفي ظل الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى خطاب أكثر عقلانية وهدوءا. أنا مع طبعا، أنا أعتقد أن قضية العنصرية ليست مشكلة يعيشها العرب في تركيا فقط، العنصرية مشكلة حالة مرضية إذا أصابت مجتمع ستضر به بشكل استراتيجي. يعني هذه الكتلة بالمناسبة المتتبع لتجربة
الجمهورية التركية منذ تأسيسها حتى من أواخر الدولة العثمانية كانت هذه الفرقة العنصرية إن صح الأتراك يسمونهم كفطاتشي، يعني هم الناس الذين يفصلون الناس حسب حجم رؤوسهم، لأنه هذا يقال أنه التيار العنصري كان لديه تصور معين للمواطن التركي، من ينطبق عليه المواصفات فهو تركي ومن لا تنطبق فهو لا يقبل أن يكون تركي. هذه المجموعة وهذا التيار، وهو تيار ليس بالكبير لكنه صوته عالي ومدعوم، كان دائما لديه مستهدف. ففي ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي كان المهاجرين ومهاجر لار حتى بالتركي كانت تسمى مهاجر لار، المهاجرين من البلقان كانوا هم المستهدفين، ويقال أنه حدث الاعتداءات عليهم كبيرة وقتل منهم من قتل. ثم بعدها مهاجري ومناطق الأخرى من البلقان، ثم بعدها المهاجرين من بلغاريا ورومانيا في الستينات والسبعينيات، ثم بعدها جاء المستهدفين أصبحوا الأكراد. بس اليوم يا أستاذ معين، اليوم أما آن الأوان بس أما آن الأوان دعني أكمل هذه الجملة. تفضل. لا، المتابع في الإعلام خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي يرى أن حزب العدالة والتنمية والحكومة يبدو مع الأسف وإن كان متأخرا لكنهم تنبهوا لخطورة ما يحدث، فلاحظنا جميع المواقع والحسابات المقربة من الحكومة والمقربة من حزب العدالة والتنمية بدأوا يتكلمون بجرأة عن خطورة هذه العنصرية، بل بعضهم تجرأ وهاجم أمت أصدار شخصيا بطريقة قد تؤدي إلى محاكمته، واتهموا أنه صهيوني وأنه يعمل مع الموساد الإسرائيلي، لأنه اعترف في أحد مقابلاته أنه عندما زار فلسطين المحتلة جلس مع ضباط الموساد أمت أصدار شخصيا. فتخيل هذا الكلام خطير. فهذا هؤلاء الأشخاص وهؤلاء النشطاء بدوا يتحركوا. أنا أعتقد أنهم محتاجين، يعني وهذا أطالب فيه، طلبت في أكثر محفل في من الدولة التركية والمؤسسة الحاكمة أن تتحرك على الصعيد الإعلامي في عدة جهات. أولا إظهار النجاحات وإظهار فوائد التواجد العربي وتواجد خاصة الإخوة السوريين هنا في تركيا وماذا أضافوا للمجتمع التركي ثقافيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا بشكل كبير، والتحدث عن العنصرية بشكل حاد وواضح لا لبس فيه. النقطة الثالثة هي تحديث قانون العنصرية بحيث يصبح أكثر حزما وأكثر حزما حتى لا يتجرأ هؤلاء، لأنه من يتطاول على العرب اليوم من السوريين والعرب القادمين من الخارج غدا سيتطاول على العرب الأتراك الذين هم لا يقل عددهم عن 5 أو 6 مليون، بعض الإحصائيات تقول 3 مليون عربي غير العرب القادمين من خارج تركيا. فهذه سيولد مشكلة كبيرة في الداخل التركي. اليوم المعتدي على الشاب العربي السوري أو غير السوري غدا عندما يجد شاب تركي من هطايا أو أرفا أو غيرها من المدن التي تتواجد فيها الجالية العربية بشكل كبير أو المجتمع العربي بشكل كبير سيهاجم ويتهم وقد يطالب بالخروج من تركيا، وهذا سيولد أزمة كبيرة في داخل تركيا. لذلك أنا أعتقد أن الدولة التركية فعلا مطلوبة بالتحرك، الإعلاميين الفنانين وغيرهم. أنا أعتقد أن الموجة موجة العنصرية الأخيرة رغم الضرر الكبير والأسى الذي عشنا فيها لكنها أوصلت ودقت ناقوس الخطر لدى كثير من الأطراف، وأنا أعلم على الأقل على صعيد الفنانين وغيرهم أن هناك جزء منهم بدأ يتكلم، يعني بدأنا نقرأ. يعني اليوم أنا وصلتني رسالة ومقالة لأحد الصحفيين الأتراك يشبه المواطن السوري القادم إلى تركيا بالمواطن التركي القادم من مناطق الزلازل إلى المدن الكبرى، ويقول أن العنصرية وهو يطالب بوقف العنصرية لأنها بدأت تمتد إلى خارج موضوع العرب إلى حتى من هم قادمون مناطق التي يراها هؤلاء العنصريون. وفي المقابل أستاذ معين، جميل جدا هذا الكلام، هذا كلام مهم وجميل. في المقابل معارض صحفي مشهور يصف السوريين بوصف لا أريد أن أذكره الآن على الهواء. هذه مشكلة. متروكين عم يسرحوا ويمرحوا متروكين. لا أخي، ما هو شوف أنا المشكلة وهذه مشكلتي وأنا ذكرتها معك في أحد اللقاءات، مشكلتنا مع الجالية والمجتمع العربي في تركيا أنه مجتمع بسف إن صح التعبير، سلبي غير متحرك. هذا الصحفي لو تقدم كل عربي في البلد بآلاف الشكاوى للمؤسسات الحكومية ومئات القضايا رفعت عليه، اعلم علم اليقين أنه لن يتجرأ بعد هذا أن يكتب مقال مشابه. المشكلة في المجتمع العربي أنه ينتظر الحل من الآخرين، ينتظر التحرك وحمايته من الآخرين.
أنت المجتمع العربي ليس طفل رضيع يحتاج لحماية الآخرين، يجب أن يكون لديه قوى مدنية ولديه مؤسسات حقوقية للدافع عنه، وإلا سيستمر الضغط عليه لأنه سيكون حلقة الأضعف. على سبيل المثال، هل يجرؤ هؤلاء أن يهاجموا الجالية اليهودية في تركيا أو الجالية المسيحية في تركيا أو حتى الأكراد أو حتى البشناق أو غيرهم حتى الغجر في تركيا؟ طيب أخذتني على تفصيل، ولو اسمح لي أستاذ أحمد، أخذتني على تفصيل أختم